أهلا بيك. كنت بتضايق جدا لما حد يسألني عن مكان سياحي في مصر وأبقى ما زرتش المكان ده ولا أعرف عنه حاجة، وكنت بحس قد إيه إنه تقصير مني إن يكون الأماكن دي موجودة عندنا والكل بيجي لها من كل مكان وأنا ما بفكرش أزورها واستمتع بجمالها وتاريخها. وبقيت كل أسبوع بروح أزور مكان مختلف، والأسبوع ده كان الدور على قصر المانسترلي. واسمع مني الحكاية وما فيها. قصر المانسترلي واحد من أهم القصور الأثرية الموجودة في مصر وأجملها، والقصر موجود في جزيرة الرودة في المانيا على ضفاف النيل، واللي بنى القصر ده هو حسن فؤاد المانسترلي باشا سنة 1851، وكان القصر في الوقت ده بيتسمى كشك المانسترلي. والمانسترلي باشا أصله من مانستر بمقدونيا، وكان بيشتغل ناظر للداخلية في عهد الخديوي عباس حلمي الأول، وفضل يعلى في المناصب لحد ما وصل وبقى محافظ القاهرة. المهم إنه بنى قصر المانسترلي بنظام الحوائط الحاملة، واستخدم الحجارة الجيرية الحمراء، وعمل زخارف للقصر من كتر جمالها تحس إن الزخارف دي لوح فنية فعلاً. وفضل قصر المانسترلي مملوك لأسرة محمد علي لحد ما ضمته وزارة الآثار كأثر تاريخي مهم سنة 1951. وتعالوا بقى أخدكم في جولة جوه القصر وأقول لكم اللي شفته. أول ما دخلت القصر لقيت فيه صالة مغطاة مستطيلة الشكل، وفيه جناح في الناحية الغربية، والجناح ده فيه قاعة للمعيشة وأوضتين للنوم وأوضة تانية بتطل على النيل، وفيه بلكونات خشبية وزخارف مميزة في كل مكان في القصر. والقصر كمان فيه تحف معمارية كتيرة، زي إن جواه متحف كوكب الشرق أم كلثوم، وكمان قاعات المانسترلي، والقاعات دي اللي حصل فيها أول اجتماعات جامعة الدول العربية واللي بقت مقر الجلسات الجامعة. والقصر كمان فيه سرايا وكشك على أطلال قصر الملك الصالح نجم الدين، وكمان فيه جامع صغير. وفي سنة 2001 القصر بقى مقر للمركز الدولي للموسيقى، وبقى بيتعمل فيه ندوات للشعر والأدب وحفلات كمان موسيقية. وحصلت ترميمات بعد كده للقصر لما وقعت شوية زخارف ونقوش أثرية من السقف بتاعه، وفضل القصر معلم أثري مهم من أهم معالم القاهرة. وجنب القصر بقى هتلاقي فيه كوبري المانسترلي اللي متسمي على اسم القصر، وده كوبري تاريخي ومن أجمل الكباري القديمة اللي معمول على الطراز المصري. الكوبري معمول من الخشب، وطبعا متصمم ومتزخرف بطريقة مميزة، وفي قبة خشبية، وفي نص الكوبري عمدان بتنور الكوبري. والكوبري ده حاله زي حال آثار كتيرة مع مرور الوقت اتعرضت للإهمال والتخريب، ومع التطوير اللي بيحصل الفترة الأخيرة والاهتمام بكل الآثار والأماكن التاريخية، كوبري المانسترلي كان ليه نصيب من التطوير والاهتمام، وفعلا اتغير 180 درجة. وأعمال التطوير شملت الكوبري بالكامل، سواء بقى ترميمه أو إضاءته، ورجع لجماله وشكله الحضاري بعد ما خلص الترميم. والتطوير شمل كمان الأماكن اللي حواليه اللي كانت عبارة عن أكوام زبالة والناس بتخاف تمشي من هناك، كل ده اتشال واتزرع مكانه مساحات خضراء، وبقى فيها أماكن الناس تقدر تقعد فيها ويقدروا يغيروا جو. بصراحة المكان بالكامل اتحول للوحة فنية جميلة وحاجة كده تشجع وتفتح النفس بجد. واسمع مني، مهم جدا إننا نعرف تاريخ بلدنا ونحافظ عليه ونرجع لبلدنا مكانها وجمالها ورونقها من تاني. مصر فعلا أم الدنيا، وهتفضل أم الدنيا وقد الدنيا. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.